اهلا بكم اعزائي المشاهدين، ونلتقيكم في حلقه جديده من برنامجكم 10 سكاي وحديث عراقي. في هذه الحلقه ستحدث ربما عن موضوعين هما يشكلان وحده واحده. الموضوع الاول هو عن المنافذ الحدوديه. الحكومه تتحدث ان لديها 22 منفذا حدوديا بريا وبحريا بشكل رسمي طبعا، وغالبية هذه المنافذ تقع على الحدود العراقية الإيرانية التي تمتد أكثر من 1200 كيلومتر بين العراق وإيران، وتسيطر عليها طبعا الميليشيات الإيرانية التابعة لإيران غالبية تلك المنافذ الحدودية. إضافة إلى المنافذ الحدودية الرسمية، هناك منافذ حدودية غير رسمية. الكثير من المصادر تحدث عن أنه هذه المنافذ الحدودية تزيد عن المنافذ الغير رسمية، تزيد عن المنافذ الرسمية بكثير، وأيضا تتحكم بها الميليشيات. ومثل ما هو معروف أن إيران تستحوذ على 90% من التجارة بين التبادل التجاري بين العراق وإيران، والميزان التجاري بين العراق وإيران بكفة واحدة هي إيران، وتسيطر الميليشيات على هذه المنافذ الحدودية، وبعضها يدار بشكل مباشر وفقا للمعلومات الكثيرة وهي دقيقة وصحيحة، يدار من قبل ضباط من فيلق القدس الإيراني التابع للحرس الثوري الإيراني، وهؤلاء يشرفون على عمليات سحب العملة الصعبة من العراق إلى إيران، يشرفون على عمليات تهريب النفط، المخدرات، الأغذية الفاسدة، المواد الصناعية، الأدوية الفاسدة، الأسلحة، كل هذه الامور هم يشرفون عليها طبعا، وتجني الميليشيات والاحزاب التابعه لها تابعه، وكلها تابعه لايران، تجني من هذه العمليه يعني ثروات طائله، مبالغ طائله من واردات هذه المنافذ الحدوديه، والحال ذاته في الجانب الايراني طبعا. احد اعضاء اللجنه الماليه في مجلس النواب الحالي، عضو اللجنه المختصه بدراسه قصة المنافذ الحدودية، شكلوا أكثر من لجنة، يدعى أحمد حمر رشيد، يقول أن واردات العراق الجمركية سنويا من المنافذ الحدودية يعني يجب أن تأتي عن طريق المنافذ الحدودية، المفروض عن طريق الجمارك، المنافذ الجمركية المفروض تزيد عن 10 مليار دولار، لكن واقع الحال أنه واردات العراق لا تزيد عن مليار إلى مليار ونصف في أقصى حد، ويعزو السبب إلى وجود الفساد، سيطرة الميليشيات، وجود منافذ غير رسمية. طبعا نائب آخر تحدث عن فرض هذه الميليشيات أتاوات على كل الشحنات التي تمر عبر هذه المنافذ، وخاصة أصحاب يعني التريلات الكبيرة، أصحاب السيارات الشحن الكبيرة يجب أن يدفع $1000 أتاوة لهذه الميليشيات. وهناك مثلا منفذ بحري هو في يعني في ميناء القصر الشمالي، هذا تابع للميليشيات بشكل كامل، إضافة إلى واردات اللي هي 30 مليون دولار شهريا تأخذها الميليشيات، يفرضون على كل الشاحنات، كل السيارات التي تمر لشحن البضائع، لتحميل البضائع، أتاوى $1000 يجب أن يدفعها، وإلا لن يخرج ببضاعته. هذا واقع الحال الحقيقة. أحد أعضاء اللجنة الاقتصادية والاستثمارية في مجلس النواب الحالي مياد النجار تقول أن هناك بعض المنافذ الحدودية في وسط وجنوب العراق تخرج عن سيطرة الحكومة بعد انتهاء الدوام الرسمي، تقول بعد الساعة 4 عصرا تكون هذه المنافذ بيد الميليشيات أيضا. إذن المنافذ الحدودية الرسمية 22 تكون بيد الميليشيات بعد الساعة 4، إضافة إلى المنافذ الحدودية الخارجية. السؤال الذي يطرح نفسه بعد كل هذا الحديث، هل يلام الناس إذا ما قالوا أن العراق دولة ميليشيات؟ الموضوع الآخر هو موضوع المهجرين من المدن العراقية. كثير من المدن العراقية بحجة محاربة داعش أو حتى من دون هذه الحجة، قامت الميليشيات بتهجير أهاليها من ديارهم. ومن ضمن هذه المدن الكثيرة يثرب، العوجة، عزيز بلد، العويسات،
وجرف الصخر أشهرهم. وأهالي هذه المدن طبعا يعيشون منذ سنوات في معسكرات النزوح ومخيمات ومعسكرات النزوح، ويعيشون حياة صعبة جدا، يعانون الويلات، حياتهم بائسة بعيدا عن بيوتهم وأشغالهم. جرف الصخر مثل ما تعرفون تقع يعني على بعد 50 كيلومتر جنوب بغداد و50 كيلومتر شمال بابل. وهذه المدينة يعني مساحتها 50 كيلومتر مربع قلنا، هي واحدة من المدن التي تم تهجير أهلها منذ 6 سنوات، ولم تسمح الميليشيات بعودتهم إليها، رغم أن الوساطات الكثيرة العشائرية والرسمية أحيانا البرلمانية على استحياء لذر الرماد في العيون قد جاءت وطلبت، لكن لم يحصل شيء. في عام يعني يذكر في آب 2018 صوت مجلس محافظة بابل على قرار ينص على أنه سيرفع دعوة قضائية على كل سياسي يطالب بعودة أهالي جرف الصخر إلى بيوتهم، وهذا تماشيا مع رغبة ورؤية ميليشيا الحشد الشعبي. طبعا معلومات كثيرة تشير إلى أن جرف الصخر قد حولته الميليشيات إلى مشروع إيراني. هذا المشروع الإيراني فيه مصانع للسلاح، فيه مخازن للسلاح، فيه مخازن للمخدرات، مراكز لتوزيع المخدرات، مراكز الاستفادة من الأعضاء البشرية، المتاجرة بالأعضاء البشرية، هناك سجون سرية، آلاف من العراقيين فيها، كل هذا موجود فيها ولا يسمحون لأحد دخوله. حتى أن وفد عشائري ذهب إلى المدينة في محاولة لإقناعهم أو لدراسة الوضع أو للتشاور حول الوضع، قالوا له الميليشيات لن نسمح لك بالدخول، وإذا ما جاء رئيس الوزراء لدخول جرف الصخر لن نسمح له. وقالوا لهم أن القضية ليست بيدنا، هي الحل في إيران في طهران. وذهب فعلا هذا الوفد العشائري إلى طهران وتحدث مع بعض المسؤولين، لكن لم يصل إلى نتيجة. وسمع هناك كلام بأن ربما سيكون الحل في لبنان، وذهبوا إلى لبنان للقاء بعض المسؤولين في حزب الله ولم يحصلوا على نتيجة. وما يؤكد هذا حديث واحد من أبرز رموز العملية السياسية إياد علاوي، يقول في شهر مايس، في 4 مايس 2017 قبل 3 سنوات، يقول أنه جرى الحديث كثير عن مدينة جرف الصخر، وحدثت 2 من قادة الحشد الشعبي اللي هم هادي العامري ومهدي المهندس الذي قتل في غارة أمريكية في كانون الثاني الماضي. قال عن هذا الموضوع، حدثتهم وقال لي أحدهم مثل ما يقول إياد علاوي، أبلغني أن إيران هي المسؤولة عن ملف جرف الصخر فلا تتحدث به. رئيس الوزراء المقال عادل عبد المهدي تحدث مرة عن المهجرين من المدن وأسباب عدم عودتهم، قال هذا الموضوع ليس بيدي، ليس بقرار بيدي، هذا يحتاج إلى توافق سياسي، وهناك ضغوط سياسية تمنع عودة النازحين عموما وليس أهالي جرف الصخر فحسب. يعني هذا الموضوع يجعلني أنهي هذه الحلقة بأربعة أسئلة. ربما السؤال الأول بعد كل هذا، هل ما زال مقبولا اعتبار البعض أن الحشد، ميليشيا الحشد الشعبي، هي يعني ميليشيا مقدسة والقول عنها أنها قرة عين العراق؟ السؤال الآخر، هل من المنطقي والمعقول بعد كل هذا أن نقول أنها جزء من المنظومة الأمنية والحكومية وتأتمر بأمر القائد العام القوات المسلحة؟ وهل يجب على العراقيين أن يصدقوا قول مصطفى الكاظمي الذي زار يوم أمس يعني مقر قيادة العمليات المشتركة وقال من هناك بأن لا جهة ولا قوة من حقها أن تكون خارج إطار الدولة؟ هل يعني يجب على العراقيين أن يصدقوا هذا؟ وإذا ما خرجت خارج إطار الدولة فماذا هو فاعل؟ أشكركم، ألتقيكم في حلقة أخرى. إلى ذلك الحين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.